مرحبا، معكم كارمن شماس. اليوم بدي احكي عن الاربعاء 4 ايلول سبتمبر. اليوم القمر مرافقنا من برج العقرب المائي، اجواء كتير حلوه، مفروض ترافق اليوم مواليد برج العقرب اكيد، ومواليد برج السرطان ومواليد برج الحوت. يمكن تحس حالها اليوم مواليد برج القوس، يمكن تكون تلاقي حالها هي الاكثر تعبا، يمكن ايضا مواليد برج الثور تحس حالها انه نوعا ما منا رايقه او منا هادي او منا ملاقي الاجواء على ذوقها. كيف رح بيكون هالنهار على كل الأبراج؟ البداية مع برج الحمل. اليوم مولود برج الحمل أكيد أفضل بكتير من اليومين السابقين، أكيد أفضل من الاثنين والثلاثة لما كان القمر عم بيعكسك، يمكن من خلال شخص أو يمكن ظرف معين عكسك، زعجك، ضايقك. اليوم الأجواء أفضل، واليوم الأجواء متعاطفة معك أكثر، لكن ما معناتها تقعد وتنطر إنه الناس تتعاطف معك. روح أنت وتقدموا وخذوا الخطوة اللي أنتوا بدكم إياها، لأنه مفروض بلش تعطي نتائج، خاصة إذا عم بتابعوا الأبراج الأسبوعية بتعرفوا أنه بقية الأيام رح بتكون كمان مكافئة لإلكم. الأكثر حظا اليوم أكيد هي 5 و6 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الثور، مثل ما قلت لكم في احتمال اليوم مولود برج الثور انه يكون في عندك اليوم شخص فعلا بيقعد على اعصابك، وشخص معقول يزعجك، وشخص معقول يخربط لك حساباتك. الاجواء اليوم عند مولود برج الثور بقول لك اوكي طول بالك، ما معناتها تغيرت الامور صارت ضدك، بالعكس تماما. بالعكس تماما، مولود برج الثور في احتمال انه يكون عندك ميتينج، يكون عندك لقاء مهم، لكن انت اذا محضر حالك بتمشي حالك، وما تنسى انه الشمس موجوده ببرج العذراء صديق لك، فهيدي فتره جدا مناسبه لك. كمان في عندك الزهره، كمان في عندك ميركوري، كمان عندك المريخ، كلهم عم بيدعموك، فقوي قلبك مولود برج الثور، وما تنسى انه في عندنا زحل وبلوتو ايضا. في شويه معاكسات المفروض يعطيك شويه امبلس. بتبقى المواليد الاكثر حظا 4 5 6 12 و13 ايار مايو. اما بالنسبه لبرج الجوزاء، فمولود برج الجوزاء اول شيء نصيحتي لك مولود برج الجوزاء، ضروري ضروري تسمع الابراج الاسبوعيه، ضروري تسمع الابراج الاسبوعيه مولود برج الجوزاء، لانه في تغييرات بهذا الاسبوع ولازم تعرف شو هي. بالنسبه لليوم، هو اليوم تحضير، اليوم هو تمهيد لبعض الامور، وايضا هيدا نهار لترتيب الامور مثل ما لازم تكون على الاصول، يعني من دون ما يكون في تاخير ومن دون ما يكون في خربطه بالاولويات اللي المفروض تكون عم تشتغل عليها. ايه المفروض يكون في اولويات. اليوم مولود برج الجوزاء بطلب منك انه لانه نهارك طويل رح بيكون، نظم هالوقت من الصبح، خلي الأوقات تكون منظمة، عارف حالك نهارك شو هو، ما تضيع الوقت أبدا. هاي نصيحتي لألك، لا اليوم ولا بكرة، نظم. ما عندك شي تعمله أوكي ماشي الحال، لكن إذا عندك شي خلص منه، رتبه، أنت بترتاح، ضميرك مرتاح، واليوم بتنام مرتاح. تبقى المواليد الأوفر حظا 6 7 و8 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. اليوم نهاره كتير حلو مولود برج السرطان، هنالك فسحة أمل كتير كبيرة مولود برج السرطان. الجو اليوم أعطيك كل شيء أنت بتريده. اليوم مولود برج السرطان من الأشخاص يلي فعلا 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 قادرين بكلمة، قادرين بهمسة، قادرين بلفتة صغيرة يحصلوا على اللي بده إياهم. أجواء مناسبة، أجواء إيجابية من الأيام اللي بتقدر تتكل عليها أكيد بهيدا الأسبوع. كلكم محظوظين، وبشكل خاص مواليد حزيران يونيو. اما بالنسبه لبرج الاسد، بقول له لمولود برج الاسد انه اليوم حساباتك بدها تكون مدروسه، بدها تكون معروفه، لحتى مولود برج الاسد اليوم ما يطلع بالنتيجه انه مزعل حدا من حوله، او مزعل حدا بشغله او اهله، او اهمل شيء ببيته او بحياته الشخصيه. الاجواء لازم تعرف منا صعبه، نفسيتك هي اللي بتقرر كيف بده يمشي نهارك، فركز شوي، خلي الضحكه على وجهك. بتبقى المواليد الاوفر حظا 7 8 اب اغسطس، الاكثر توترا نسبيا فيها تكون مواليد تموز يوليو. اما بالنسبه لبرج العذراء فنهاره كثير حلو، مولود برج العذراء فعلا انت لافت للنظر بشكل باهر، ومني عم جامل مولود برج العذراء.
انا عندي بالعائله في كتير عندي موالي برج العذراء وبعرفهم حافظتهم حفظ وبحبهم كتير. برج منه سهل فيني احكي عنه ساعات وساعات واكتب مجلد عن مولود برج العذراء وبتعاطف معه كتير. بقول لك انه اليوم ومني عم جاملك اليوم نهار ممتاز لحتى تروح للدفاع عن حالك عن قضيتك تتابع امورك تقدم اوراقك تروح على الاجتماعات اللقاءات شو ما كان. اليوم عندك ثقة بالنفس موجودة لاقيها موجودة واليوم كلماتك قوية واضحة بتوصل ورنانة. اليوم توب لمواليد برج العذراء اللي ما بيهدى وبيتحفنا بقدراته. هلا لانه كوكب المريخ موجود ببرشك بدك تكون حذر وتنتبه من السرعة من المشاكل كليا. مولود 3 خليني اقول 2 3 4 و 5 سبتمبر كونوا حذرين. بقيت مواليد برج العذراء جدا جدا محظوظة. بالنسبة لبرج الميزان اليوم مولود برج الميزان شو بدي اقول لك اليوم في تكملة اللي امبارح واول امبارح. هالتكملة اللي انت ماشي فيها تكون مهمة على صعيد مالي. عم بفكر بحاله مولود برج الميزان، عم بفكر بشكله، عم بفكر كيف بده يحسن حاله. انا معك ضروري تحسنوا حالكم حتى مظهركم اذا انتم ما كنتم مقتنعين فيه حلو انكم تقووا نفسيتكم. الاجواء اليوم ايضا يمكن تحطكم امام مبادرات مالية، دفع فواتير او قبض، فانتبهوا لهيدي النقطة، انتبهوا ما تخسروا. فإذا عندكم استثمارات مهمة وبتنطر لتوصل الشمس لبرجكم بيكون كتير منيح، وإلا اسألوا ناس بيعرفوا. هنالك بعض الحظوظ اليوم عند 8 و 9 أكتوبر. أما بالنسبة لبرج العقرب ومع وجود القمر ببرجك أنت الرقم الأصعب اليوم، ماني عم بالغ. اليوم مولود برج العقرب من الأشخاص الجدا مهمة بين كل الأبراج. أنا شخصيا إذا بدي مبادرة حدا يساعدني فيني أطلب من مولود برج العقرب اليوم يساعد، فيني أطلب أنا كمولودة برج السرطان، فيني أطلب من مولود برج العذراء يساعد لأنه جوه كمان كتير منيح، الحظ من عنده جيد جدا واتنيناتهم إيجابيين. فمولود برج العقرب أنت شخص الناس تقدر تتكل عليك، كل الأبراج تقدر تتكل عليك، الجو عندك ممتاز ويدعو إلى انطلاقة صارخة قوية ومهمة. اليوم مولود برج العقرب ما حدا قدك، انت من الابراج التي تسطع نجمة ساطع، عملوا البتكونية. لكن انتبهوا في عندكم معاكسة كتير مهمة، معقول تخربط لكم كل حساباتكم وتقلب الامور رأسا على العقب ضدكم. إذا كنتم من مواليد 29 و30 أكتوبر هذه بسبب معاكسة كوكب أورانوس لبرجكم من برج الثور. القوس مولود برج القوس اليوم نهار أنا بعتبره من أسوأ أيام الشهر، عم بحكي فلكيا طبعا. فلكيا مواقع النجوم غير مناسبة لا تتفلسفوا لا تحكوا لا تعملوا لا تخترعوا ولا تغيروا حساباتكم. ما تكونوا أبطال اليوم، اليوم عدوا عقلين وتضبضبوا. أيوة اليوم بكون تضبضبوا مواليد برج القوس. الجو اليوم عندك غير مناسب لحتى تكون بطل ولحتى تكونوا أنتوا منطلقين بمشروع. اليوم عدوا عقلين اليوم وبكرة. اليوم مولود برج القوس من الايام المزعجه يلي بتخيب الامل، فاحسن شيء من الصبح. عارفين نهاركم غير نافع فما تكونوا متطلبين، نوعيه الوقت مثل احوال الجو الفلكي الجويه. عارفين انه الطقس غائم وعاصف لشو لتبهدلوا حالكم وتطلعوا على الطرقات. نفس الشيء لما بيكون نوعيه الوقت فارغه تنقول من الحظ تما اقول فاشله، فلشو المجازفه؟ قعدوا عقلين ما تعملوا شيء مهم اليوم، تضبضبوا احسن شيء. بتبقى المواليد اللي عندها شويه حظ لكن بصراحه ما تلعبوا ورقتكم الرابحه. مولود 7 و8 ديسمبر. اما بالنسبه لبرج الجدي مولود برج الجدي انت من الابراج اللي بعتبرها كمان قويه اليوم. ما في اي سبب مولود برج الجدي لحتى يكون زعلان او اخذ على خاطره، بالعكس هنالك تطورات كتير حلوه وكتير مهمه بانتظار مولود برج الجدي. كون قبضاي، روحوا لاشغالكم، انطلقوا، اليوم نهار بيعطيكم حقكم. الاكثر حظا 28 29 ديسمبر، هلا كلكم محظوظين. اما بالنسبه لبرج الدلو، مولود برج الدلو بدك تعمل حساباتك، اليوم نجمك قوي لانك تحت الاضواء، لكن ما معناتها تبهدل حالك وتروح ايد من قدام ايد من ورا. يعني باللبناني بنقول ايد من قدام ايد من ورا، يعني رايح منك محضر حالك.
فقط لانه كارمن قالت انه اليوم حظك حلو، نجمك قوي، نجمك قوي، انت تحت الاضواء، فيا بتبهدل حالك لانك تحت الاضواء وبتسلط الاضواء على ميزاتك الصعبه، يا اما فعلا بتكون محضر حالك وتسلط الاضواء على ميزاتك القويه. 4 5 شباط فبراير بتبقى الاكثر حظا، لكن انتبهوا هنالك بعض القلق وال التوتر عند مواليد برج الدلو. اما بالنسبه لبرج الحوت واخيرا هنالك متنفس عند مواليد برج الحوت، صار لهم 4 أيام 5 أيام 6 أيام يمكن جمعه حتى قاعدين على اعصابهم زعلانين عم بيبكوا او مهوتسين او خائبه امالهم. معكم حق، الاجواء بتحسوها عم تبرم ضدكم او مش عم تبرم، عم تبرم من محلكم على زعل. احيانا الواحد بضل مطرحه لكن هيز فاين، لكن مواليد برج الحوت الاجواء عندكم هلا صعبه، بتتحداكم بكل شغله، حتى اولادكم، حتى ببيتكم، حتى الامور الروتينيه زعجتكم. اليوم في انفراج، اليوم في فسحه امل، واليوم نهار مهم بعتبره لمواليد برج الحوت لفعلا يطلوا باحلى طله عندهم بضحكه كثير حلوه وليتناسوا جروحاتهم ولحتى يرجعوا يتقدموا. اليوم نهار بيعطيكم بوش كثير قويه لترجعوا تنطلقوا تغيروا وتاخذوا القرارات اللي بدكم اياها. الاكثر حظا هي بالتاكيد مواليد شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم، بقول له لمولود اليوم انه بانتظاره سنه كثير سريعه الايقاع، سنه مهمه جدا، سنه بتخليك تكون سباق بشغلك بدرسك، هيدي سنه بتعطيك افكار وبتعطيك قدره لحتى تنافس، ما معناتها تزتوا حالكم زد، لكن هيدي سنه فعلا بتبينوا فيها. افضل الاشهر بالتاكيد هو شهر ايلول سبتمبر، ايضا بنرجع لشهر كانون الثاني يناير ايار مايو، وثم شهر ايلول 2020. بدي اتمنى للجميع نهار كثير حلو، إلى اللقاء مع الأبراج اليومية والأبراج الأسبوعية. إلى اللقاء بكرة بنفس الوقت. باي باي.